إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. مثل ما قلنا لكم اليوم طبق اليوم هو حلويات، شيء بسيط ممكن أي ست بيت تسويه، ممكن حتى إذا يعني واحد يكون عمره في 12-13 سنة ممكن يسوي هذا الطبق، لأنه شيء بسيط جدا، بسكويت حاضر وبالنسبة للمكونات كلها حاضرة وما يحتاج إلى شيء، ممكن تسويها وتخليها بالثلاجة يعني ماكو شيء عليها. بالنسبة للمكونات راح نستخدم بسكويت ونستخدم جوس الهند، راح نستخدم زينة الكيك، وراح نستخدم طبعا كاكاو. البارحة قلت لك على جوز الهند، جبت اليوم جوز الهند. إيه ظل ببالي قلت خاف مشتي حلو آيسة عجبت عماد باي طلع اليوم. بالنسبة لطريقة العمل حيل سهلة وما بيها أي صعوبة، يعني عندنا البسكويت. نساعدك بشيء، نعاونك بشيء؟ لا احنا ناكل انا وانت. لا ما انا اريد اساعد يعني بس الطبخ ناخذه. بالنسبه لهذا الكاكاو مثل ما تعرف محمد ما يحتاج له، ممكن دقيقه واحده اذا تخليه بالثلاجه يجمد، يعني هو هسه تقريبا هذا جاهز يعني الكاكاو. نعم هو النوتيلا الجاهز. نعم الايطاليه مثل ما تشوفين تسويه بهذه الطريقه. ممكن نسوي يعني حتى زين بشكل حلو يعني. نعم. مثل السلطات لو السلطه احلى. كل واحد شيء هاي حلويات اللي عجبك شيء شكله منه الاكثر السلطه لو يعني كل واحد له طعم خاص يعني حلو اكل له طعم خاص، سلطه لها طعم خاص. هذا اعاونك بيها تريد ارفع لك اياها شويه. طيب عماد انه انت بدك تسويهم نص نص، هذا البسكويت محشي محشي وبكاكاو بنصه. هاي ما يوقف عماد. نعم. هاي نشوف يوقف راح يوقف والله دتي مو كيف راح يوقف، بس خليه تجمع في 3-4 واحدة تلزم الثانية. طيب ممكن نستخدم مثلا الفستق المطحون، ممكن شكلها حلو فستق العظم المطحون. نعم يطلع حيل طيب وشكله أيضا شكله حلو يطلع طيب، لأنه أنت يعني بصراحة ما تحببتنا بالأكلات بالألوان يعني. نعم مثل هو لو ولت هسه من مباشره لو اني بس اكل الفستق لونه اخضر اللي يحطوه على معجنات. انا تدري شو اريد اجي؟ اريد اجي بنقل العماد ناخذه بالصباح وهنا نشوي عليه، نجيب له خروف حتى يشوي لك. لا والله في اليوم يعني برايي نطلع انه فكره جديده يعني مختلفه، نسوي لنا شلون السفاري اللي برا يعني نطلع احنا كنا الكادر سفاري ونصوره وننزله بتقرير بالبرنامج. شنو رايك يعني الكادر كله حتى اكو عالم عندنا يعني ويانا بالبرنامج، بس انا ما اطبخ لي قدام دا اقول لك لا عندي دا تبطبخ لا عندي شو لا عندي اجي اصلا فشل كل انت دا تفشل المشروع يا اخي ثاني اريد اجازه اريد اجازه شلون انت اريد اجازه اريد ارتاح شلون انت خميس ما جاي اسكت وخليها هاي الخميس لا تحاول محمد يحسب علينا اجازات إمواني يومية اشتاق لكم يا عمي والله اشتاق لكم. أنا بالنسبة لي أريد كل الكادر موجود، أريد المصورين الاثنين زهرة موجودين وأنت وسوزان موجودة وعماد وأهل البث كلهم موجودين جواد القناة كلها جواد جواد عفية لا تنسى لا عمي جواد جواد أبو بيت ها يعني ما يجي؟ لا لا يجي شو ما يجي بس هو احنا قلت لك والله احنا يعني هيك نخطط في اليوم نطلع يعني من اجواء نسوينا يعني شيء طلعه سفاري وهذا اللي يطبخ هذا اللي يعلق وننزلها لايف على صفحات القناه وثاني يوم نعرضها بتقرير. مثل ما تشوفون محمد وزهراء واعزائي المشاهدين طبق ما بيه اي صعوبه، ممكن اي شخص يسويه، بس شكله جميل وطعمه راح يكون طيب، خاصه يعني مو هسه، ممكن اذا تخليه بالثلاجه دقيقتين او 3 دقائق راح يجمد الكاكاو يصير قطعه واحده. سؤال هذا طيب داخل البسكت هاي انت مسوي له جايبه جاهز؟ لا البسكت جاهز جاهز. نعم. طيب يصير تسوي نص من هذا ونص من الجوز الهند؟ كل شيء يصير، ممكن نسوي يعني تطلع طيبه يعني داخل هسه راح نسوي خليط من هاي وهاي. ليش ما يصير عادي هسه نسوي مثلا جهه واحده جوز الهند؟ انا افكر شنو الاشياء ممكن واحد يحطها محمد ويا مكان الجوز او هذا الزينه، ممكن سمسم ايضا يرهم محمد سمسم ممكن محمص الجوز مايونيز كارثه هسه مرات يعني مثلا نقعد الكل يسوون بيض، البيض هو طريقه عاديه اكيد عباره عن دهن وبيض وملح. انا حط له جبن وجبن همين مو مشكله يعني هاي يعني صعبه. ليش انا من اسويه يطلع ما طيب؟
لا لا والله أخاف ما تسوي من قلبك. شوف الشيء من تريد تسوي إذا كان أكل أو حلويات أو أي شيء إذا ما تسوي من قلبك ما راح يطلع طيب. زين الشوي أنا عندي يطلع درجة أولى وكل شوي تسوي بوهس. والله كله سوي من قلبي. ما إيه يعني حتى البيض سوي من قلبك؟ والله من كل قلبي. يعني أنت من تقعد الصبح وضايق. يعني نفسي بسوي يعني من قلبي ليش؟ يعني أنت من تقعد الصبح وضايق وهاي. من قال لك أقعد ضايق الصبح؟ يعني واحد من يقعد الصبح يكون ما شبع نوم. مو أنت تقعد ضايق لأن هي ضحكت. أخوي أنت تسهر والقعدة الساعة 9 شوية صعبة. يعني أنت يعني هسه طبعاً بالمناسبة يقول لك السهر يضعف. لا يسمن شو تقول عمر؟ والله الأكل هو والله شوف السهر. بالنسبة للسهر يعني السهر إذا بيقهر ما بيقهر هاي قوية هاي يعني وبالنسبة للقهر أكو قهر يسمن أكو ناس يعني تسمن وناس تنزل وزن. طبعاً أنت هسه قهر بعد ماكو باعتبار أنت دخلت بعالم الفطوة. لا الحمد لله ونقول لك ألف مبروك وننتظر أكيد العرس مال عماد على مدير هاي عد باب عرسك إحنا نطبخ إن شاء الله. أخذها مني إحنا نطبخ. أنا أطبخ لك طبق وزهراء تطبخ لك طبق اطبخ لك يكي ونجيك تطبخ انت دولمة تسوين دولمة؟ بالعرس مو تقولين بالورق العنب وهاي مشهورة اي تسوينا في الصينية ونخليها قدام يا ولي يجيبوك انت بصدق يعني بضبطها بورق العنب هي تقول ما اعرف بعد احنا غير نجرب هي عزمتنا وما كل شيء بصورة عامة يعني اذا مثل ما شفتوا مثل ما شفت محمد وزهراء اعزائي المشاهدين هاي مثل ما سوينا هذا يعني بس سيدي اياها حط له اخر قطعة وريح ضميري نعم سوينا هسه هاي القطعة مثل ما تشوفون طبق زيانة الكيك وطبق آخر جوز الهند طبعا ممكن تسووه بهذا الشكل ممكن تسووه بهذا الشكل وبالنسبة للكاكاو لا تخافون أبد ما راح ينذب يعني الكاكاو ما راح يعني يوقع من البسكت ما يذوب أبدا وحتى إذا خليتوه بثلاجة ممكن يحتاج دقيقتين أو ثلاث دقائق راح يصير طبق كامل والكاكاو راح يصير قوي حلو نعم. طبعا جاني سؤال مهم على موضوع الحلويات يقولون نعم. يفضل يعني والله أنا سؤال غريب شفته صراحة يعني يجوز تضحك عليه يقول لك يفضل شرب الشاي ويا الحلويات لو ما يفضل يعني ويا الكيك وما كيك وهاي لو ما يفضل أكو ناس تحب حلويات طبعا شاي ويا وأكو ناس تحب بارد شيء بارد بيبسي أو عصير الأصح الأصح يعني كل واحد حسب ما يحب ما بي صح وما بي غلط يعني الشاي مرات ويا الكيك شاي بارد يرها على بنرى جماعة البارد بنرى جماعة الحار هسا أنت عندك نستة لو عندك كيك ايه؟ يرهم ويا شاي ويرهم ويا عصير ويرهم ويا بيبسي زين صح؟ صح يعني هي هاي تبقى حسب الرغبة الناس أكو تحب أكو ناس بالغدا نفس الحالة أكو ناس تحب ورا الغدا شاي وكل ناس تحب ورا الغداء سفن قصدك يعني محمد بيبسي. بالضيافة يعني واحد مثلا ويا الكيك أو الحلويات يقدم الشاي أو يقدم بالضيافة يصير البيبسي أحلى صراحة بالنسبة لي قهوة قهوة؟ قهوة ويا الحلويات يعني لا ما قدم حلويات حالي حصرا بس القهوة يعني. قهوة قهوة واحدة يعني حارة لا حارة لأنه يعني يجيني مثلا ضيوف عادة يعني شوفي ثقافة القهوة يعني بصورة عامة جتنا يعني الدول اللي ماشي على ثقافة القهوة تلقان مستعمريهم فرنسيين نعم هاي إجباري خاصة أنت عندك سوريا سوريا عافية القهوة نعم. من وراء الاستعمار الفرنسي أما إحنا دولنا الاستعمار البريطاني ترك بيها ثقافة الشاي اثنين العثمانيين يعني بصورة عامة الأتراك همين دائما لأن هم فترة من الزمن هم هم عندهم الشاي شاي شيء ضروري يعني شاي ضروري الصبح يعني كل وقت عندهم الشاي انت بنتبه الشاي بطرق يعني مثلا بكردستان طريقه نعم بتركيا طريقه مناطق يعني الشاي عالم بس اقول لك شيء ترى وين ما تروح خلي احنا تعلمنا من عندهم الشاي بس هسه الشاي مالنا ماكو احسن من عندهم أيوة لا تركيا ولا حتى يغنون على الشاي العراقي حافظة بقطع أغنية شاي لا والله ما حافظتها بس سامعة أكو خدرين شاي خدرين لا شاي العراقي يعني للرأس أصبح أنت اللي حافظها العدد أنت دوهت على الموضوع يعني بين حافظتها بس تستحي زهرة طبعا أكيد احنا نحاول نكون وياكم اعزائنا المشاهدين طبعا انا ما احب انه اكون برا الهواء مثل برا الهواء شخصيه وجوا الهواء شخصيه فاحنا نحاول يعني نطلع لكم بصيغه انه احنا نفس اللي برا الهواء يعني مثل ما تشوفونا بالكاميرا احنا نفسنا فعد شويه زهورتي نفس الشيء برا الهواء عن جوا الهواء لا انه
ما اعرف انت شو تشوف. ما انا ما ادري يعني انت ما اشوف نفس الشيء يعني شويه اختلاف بسيط. ها شويه عندي ممكن شويه يعني شويه مو هم دائما النسوان مشكله عندهم يعني مستحى من الكاميرا وصحيح الامور يعني لا يحبون يظهرون باحلى بيئة. ممكن يعني مو بس المستحى او شيء بس واحد دائما يكون بداخل شغله غير برا يعني ما يصير واحد دائما يكون مثلا بداخل شغله وبرا نفس الشيء. هو هذا الجمال اللي ينطي للمرأة نعم. صراحه بالضبط. او على المخرج يقول ليش ما حد لازم يكون طبيعي ممكن واحد صح يكون طبيعي بس مرات اكو شغل يحكم عليه يكون مثلا جدي اكو شغل محمد ايدك اكو شغل ممكن يخليه يكون يعني طبيعته فعادي هاي سنة الحياة. طبعا انا مستعجل محمد طبعا انا اي طبعا عماد هذا يصير نحط هذا الزبيب او شيء يسموه الكشمش يصير نحطه ويا هيك شيء ويا الكاكاو لو ما يصير الكشمش يعني هو طعمه حلو صحيح بس يعني مع الحلويات ما يرهم مثل هاي الحلويات يرهم غير شيء ممكن مع الكيك هو مع الكيك نعم مع الجوز والكشمش نعم مع الكيك يرهم بس مع هذا مع الكاكاو والبسكويت ما راح يطلع طيب هذا ما يصير ندوب عليه هاي الشوكولاته الباقيه انا عادي نقدر كل شيء في الموضوع شو وقت يعني بس ذكرنا بالمكونات وراها انت وياها تاخش على موضوع الكشمش للصور طبعا مثل ما شفت اعزائي المشاهدين بالنسبه للمكونات كان عندنا بسكت طبعا جاهز كل الغرض مالنا كانت جاهزه ما سوينا شيء بيدنا بسكويت جاهز طبعا بالنسبه للكاكاو نوتيلا الموجود بالاسواق العلبه النوتيلا عندنا زينه الكيك كان عندنا جوز الهند كله كان حاضر نعم كله كان حاضر ومثل ما شفتوا بالبداية خلينا كاكاو على البسكويت وبعدين خلينا جوز الهند على قطعة وخلينا زيانة الكيك على قطعة أخرى وصار الطبق عندكم جاهز تقدرون تسوون هذا الطبق اليوم بالبيت وحتى إذا مثلا تخلوه مثلا 5 دقائق بالثلاجة وإذا ما خلص بيوم وما خلص بيومين مو مشكلة يبقى بالثلاجة يحافظ على شكله ويحافظ على طعمه. واللي متعاجز من موضوع راحة السوق وحلويات وريد حلا يمشي بها أمور اليوم ماكو بعد أسهل من هاي ماكو يعني إحنا نحاول نسوي أحلى طريقة بالدنيا بالعالم بالكون يا عماد شكرا شكرا حمودي طبعا أكيد اختي منا على مود شوية أفرح على مود ينتهي البرنامج على مود أكل تمام إذا أعزائي المشاهدين إلى هنا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم نلتقي غدا بحلقة جديدة وطبق جديد في أمان الله وحفظه الجو اللي تحس زهور شكرا لك عماد على إبداعاتك وأفكارك اليومية